بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين هنجيك إنسان الفي دنيا دا طبيعي مفروض أو أو تبجهي تبزاني كا رسالة ويشيا أبوشي هاتيا في مروفي و دي ساتيب او تشتيت رخو دورتوي جاريد بن مثلا او امور او ريدان اتوك او وانشي تيب جهيد تفسير او بزانت, بزانت مثلا بو چيه هدف بي غرض بي چيه اف حادثه هني اف ظاهره هني إنسان لازم تبقيت يعني مروف يعني شارزابي تلوان إشارات خداية رب العالمين داتا إنساني لأن إيك الصفات خاصة مؤمني او مروفك طبعاً هي هشارة ويزاناية وحتى يعني دمايكي اگرام ابرو برای خوب دینا طبیعی رخ دورت خو و برای خوب دینا وان احداثا برای خوب دینا وان ریدانا برای خوب دینا وان دیمان و ظواهر طبیعی ام رساله که ورد گرین خود تعالی بما نامه که فرد کد وما رساله که فرد کد و ما لازم ام بی مساله ها طبعا تبگهین او رساله شيء او ايات شنا او يعني ريدان شنا دائما او رب العالمين دي تشتكي انت وجوده ظاهرك دي انت وجوده مهم يعني حادثك دي ريد شبتي يعني زلزال شبتي يعني بركان شبتي بايك شديد شبتي يعني بجن هجينه ارضي شبتي يعني طوفانك كي افتشتني شب الصاعقه كي ظواهر الطبيعيه بل لاسباب علميتين مثلا بشره بل ام بينك انجي يعني اه بيشتفون أحداثاً وان ريدانا وغن ظاهرهني اسباب معنويه تين لازم ام طبعا خطيب جاينين ام اه هموتشتكي بولنا يعني الدهري والزماني وبيجي نبى همط طبيعتي اه ابي دنياي او هنجيكا ريدانت في دنياينا وهنجيكا طبيعي اف تشتي انبيني خو اف يعني زلزال <سؤال> التنيه <سؤال> واف ريدان و اف الطبيعي اسبابتين التين اجرت طبعا يدعى الميزان استهانه بلا بشراجي هندك اجرت معنويتين اجرت طبيعي الشرعي إنسان لازم يعني تبقى في مساله هضم كد شيك خذيت على القران <applause> ما نرسل بالايات الا تخويفا اف احداث التاني اف ريدان التاني اف طبيعي تشتت بشافت خذ بيني. اف ابوه الشر كرنا في انسانيه بو طبيعي جهفكرنا في انسانيه بو يعني اف انسان خوب يعني جارك دي چون که اوت <applause> شده بگو بل دنیا ادام تعدادین وان مادیاتا وان اف خراب اف شهوات تنه یعنی اف کد بیش نعیم اسباب تو انسان طاغيت بید انسان نهشت بید انسان خراب بید انسان دل رق بید اف مروی هنی و کی خونامینیت اف مروی هنی طبیعی تو تشت مفترس حیوان مفترس فاف ريدان التاني اف التاني اف يعني ظواهر أه ربما تخفيف يعني أه يعني هشيار أه كرينا كاف انسانها اف كائنها اف بشرها حسابك بخبك بانه في دنيا دا أه كأو يعني اي بي قوته اي بي يبي اي بي بشتة اي بي چنينه وقت خد تعالى دوید تشتکی بکت برانبری وی اوی چی پیچه یعنی بس دی تسلیم بید و یعنی يعني حتا دیم ای یعنی يعني قصته اف احداث نو هم مثلا اف زلزال تنی اف یعنی يعني اکد بیشن هجیان تنی لسر وی اوغوسا باجرب تماما ديكتا كافلو انسان اب طبعا دي يعني تيبت بما وي بانه ضعف انساني وبيشنا انساني وبهز يا انساني سر في ارضي طبيعي يا دياره ويا اشكرايا خدي تعالى تشد مثلا خلال دقيقة كده عن دو دقيقة ده اه حياتي وان مظاهرت حياتي هميا طبيعي يعني بكتا تشولستان وبكتا ويران كتو وكسناش نشيط خبدة برو طبعا برافاني بكتو كاس نشيط أبي مسألة طبعا, طبعًا راستيني زلزال او تشتي طبيعي ظواهره طبعا بين مشابهت خو ابا ايك شوان تشتان يعني وان يعني امورنا اويتوكو مروف طبيعي بهشيار بيت حقيقه وانسان طبيعي تراجعت كتوب شينكي طبعا حسابات خو اف انسانها ل ليتزفري تبع شينكي ابا يا بي يعني دستلاته وحتى ديمايكي بجا ماجوتي اف ظواهر اف طبعا احداث تاني اف يعني تشتيت تاني بشترايتين اجريت علمي مثلا تين بس ماجوتا تبشراجيتين او يعني السبب فان هاي اسباب معنويه اسباب شرعيه يعني جنها انسانيه يعني سرذا انسانيه يعني دل انسانيه يعني تمرد أبي, ابي ابي بشري هي سر اوامر تعالى اف مروفي هاني طبيعي الفي دنيا دا أه يعني اكو بيجين اي اي وندوبي يخرب بي يسرد شوي اف تشتي يعني شباتي اكو بيجين يعني هشار كرناكينا يعني حتى دي ما هيك شمكي أه مسألة تاني پیغمبر عليه الصلاة والسلام عائشات بجيد أه وقت عفرك هاد با آم بايك ما برخد سروچاوت پیغمبري سروچاوتي طبيعي زرد بونو و طاد نه ما قوتي يا رسول الله وقت عفرت آسماني آن وقت با يكت خلق كيفوان كت بحيث بيجن اف عفره ه دوران تو اف باه يعني فوائد تي دهنا بس وقت ام بينتا توحي نذا تو دا نرى الكراهية في وجهك وقت تو عفريت بيني وقت تو باران بني يعني أكد بيشن بايد بيني كذا إنا قلت يا عائشة قلت جلك أمة السرية أرضي ببان ظواهر تاني يعني بسبب أبي عفريها أن في بايها زلزالها أن يعني أبان تشتتبه صائقة بريسيها قالك أقوام طبعا تيك تيت شونو ونماينا خدت على بواسطة وان تشتت تاني وان زواهر تاني أو أمة هلانا بجا وقت أس يعني تبينم عفركي أنا تبينم مثلا آه يعني بايكي أو هزر تيتا طبعا سر هزر آه أس بيج ما آه كيدا بيتظامن كو أباب سريمجي نهيد البرهندي طبعا أس ترسم أفا دليلا كأسباب الشرعية يعني تين بشتفان تشتتني إنسان يعني أود بيت السبب يعني أو أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثلها قلتم أن هذا قل هو من عند أنفسكم إن الله على كل شيء قدير يعني وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس حتى دي ما يكو نصوص أبهمي النصوص قضعين رب العالمين بما بيانت بأنه أو تشتري ردة عرددة او مصائب او نخوش او نانشرين او امراض او فيروسات او باو او زلزال وكذا انسان خو طبعا بيتا الشريك بيتا السبب بيتا أجل بيتا او كوفت تاني ثاني يريدان نتيجه خراب يا انسانيه ونتيجه فساد ويمروهيه ونتيجه يعني اكو بيجن أعمال خراب يا أف انسان هنيت كده بجوان زلازل تنه و أوبان زواهر تنه برامة تشتا ما قلت تأيكش وان درست جرين وان يعني ديمان تاني أوه أم بزانت كأم إنسان فقير يا أيها الناس وأنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني والحميد هين فقير هنا شين برافاني الخب كان يعني كارك بكان هين يعني تشتكي وصابك كان تشتيها تشتها ناريدات. يعني تو بقوات بي شند تو بيشكفت بي شند تكلونجيا تهبي شند جيش تهبي شند أسلحة تهبي تو ناشي بكي مثلا هزاكا بچيك دا انزلزالا وكيفي او بون رجع طبعا ام ديننا avec carisab survey عالم داتي ام طبعا بيجني انا لله وإنا اليه راجعون وام أه يعني الدعاش خدت يا رب العالمين وان هم يا حسابك او طبعا بنا انسان بن يعني هرفان فون او رو بيت اكو بن هرفان بيجني هدمه اوان فضله طبعا الشهيد هي حتى دي لجا لرا طبيعي القران ده بحث زلزال تكد بحث اي زلزال تكد نشامت در سكادش بيجيت طبعا زلزال جزئي وقت زلزالك مثلا بوجره جده ان جزءك أرضي ده افدليل بانه زلزالك عمد هيد الكره الارضيه ميدت يسالونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا أفتشيها طبعا نامنا وبحار نامنا بلا واذا البحار طبعا فجرت او سجرت أبحر التنيكو طبعا سي أرباعد في ار شاركت في ار دي همي طبيعي ديبيتا شباتي قنابل هيدروجيني ديبيتا اوجر وديباكيت يعني اف قنابل هيدروجيني اف ذاكو طبعا انسان درست كريم طبعا سلاح فتاكه بيش او يعني دي يعني هكا تبرا وردي بكينا بين وان ابي الصنا اف قنابل هيدروجيني و يعني وان قنابلت واكو درزد بن واذا البحار وفجرت يعني بيش ديبنا اللعاب كيت بشيك يعني هذا شبتي يا كنت بيجني دبنا يوريك بتشيكا بحر اف بحره هني اف اوفا هني همي طبعا دي دي هوليت مثلا وقتك دي في حياته طبعا نومي ني حتى دي مايكي. اف زلزال هني اخذ تعالى ما بحث كد زلزال ابا ابو ما بانه زلزال عام سيعم الارض كلها بجد طبعا نكود اف زلزالها يعني سر جهاز يختر كذا زلزالك لا تبقي ولا تذر يان خد تعالى يعني بحثكت يعني وقتي زلزال عدت شعرت طبعا لقرتلنا بن عن لجزانا بن زلزالها دهميا جيت يعني قرآن بحث بيشتن إذا زلزلت الأرض زلزالها يعني أرض هجت وهجينا أرضي وأخرجت الأرض أثقالها بيشتن أف أرضها طبعا دي دريخيت أو تشتت طبعا نافخودا مفسر بيجن طبيعي او تشتدنا في ارض داتشيها طبعا اف بشري هنية طبعا اف هاستيد في انسانينا يعني طرمت فون مروفان ابيتوكو يعني بشرتم في, في ارضي. لأن القران بحث منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى إذا نخرجكم منها تارة أخرى أب جثثة تاني أب أب يعني أكد بيجين كلخ تاني أب اتوكب بن أرضي هاتين دائران هاتين ستارة كرين جارك ودي تعالى دي أمر أرضك طبعا دي أثقالها دي دريخيت يعني أو تشتي باطن ياخودها دي دريخيت، كي قاعدة عامة يعني كا كإنسان لازم في تبكي وأخرجت الأرض أثقالها، هل تشتي وكو طبعا داخلي في أرضي شلون إنسان جارك دي, دي راك ودي حياتي داتا به وبشكل كذي ودي محاسبه واد يعني انسان اكيد وحتى كنكي واذنت لربها وحقت وقت القران واذا الارض مدت والقت ما فيها وتخلت يعني اي معنوي معناه كو أف برمت دو اف انسان ارضی ده همیده در کب نبو بشکل که دی رنگ که دی همو جاره که دی خودی تعالی ده 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 ساخ کته با بیش انسان بیشید و قال انسانو ماله ها کلمت انسان فی قرآن دا طبيعي وقت كإنسان بارا بتر مقصد بأو إنسان كافرة أو إنسان جاحدة أو إنسان خدنا نياسة أو إنسان جي يعني الحياة أخدها بدين وبي يعني نياسين تعالى كي دائما قران طبعا وصى أبو مفرد وقال الانسان ما لها يعني ابا ش قومي بينما مؤمن ومسلم نابج مالها مؤمن مسلم دي بجن هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله ابا يا خدتعاله ام كرين أه انكم تبعثون من بعد موتكم كدي امر أب ابا انسان مؤمن نابج مالها اب انسان كافر وكو امام خدنه او دي بجت مالها بر كلمة لفظ إنسان القرآن دا بوان مروفاتت أبد جاحد إن الإنسان لا يضغى الرآه استغنى هل او انسان جاهد او شنديتك او ديري خديه يلقو تشت كفت الله دي طاغبيد. يعني دي سل دا دي بيتا خدان كيلبه دي بيتا مفترس او جي بس انسان مؤمن انسان مؤمن وقت خده تعالى نعمتك داتي منصبك داتي خوشك داتي لذاتك داتي هم يدي تسخير بو يعني خدمته خده ريا خده تعالى دا ديسا وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا إنسان مؤمن لا يكون ظلوم جهول دائما أبا بوان يعني قلت يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم فكلمة إنسان دائما قرآن دا وين معنى ان او انسان الدنيا جي بيدين وحتى مري طبعا باجش خدي فاول وقت وان احداثات بينتو ان احداثه رجاء قيامته او دي بي طبعا مالها بل فالبرچندي خذي تعالى برامتين تبانزل زلزال ارضي برامتين تبوي طبعا هجينا او عام او في ارضي طبعا سريكو بنكت و او وكو أف أنجامة لدارت كفن و الارض اثقالها أها رب العالمين بندجت قرآن القرآن آية كاديدة بجد يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم يعني شو أف زلزلة ان بين حال مروفا شليتين وضع خلكي شليتين البشرة يعني شب سريت يعني حقيقة حالتك يعني إنسان نشد تفسير نشد تعبير لبكد حالتك هند نخوش بجا بيجي قرآن بجد وَهِمْ بَرِي خُبْدَنَا بِهِ وَبَرِي دن رجاء قِيَامَتِهِ يعني أو زلزال إن زلزلة الساعة شيء عظيم يَوْمَ تَرَوْنَهَا تَذَلُ كُلُّ مُرْدِعَةٍ عما أَرْضَعَتْ وَتَضَعُ كُلُّ ذَاتِ حَمْلٍ حَمْلِهَا وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد ابو زلزال ارضي ابو جزئي ابو بارجه ارضي جريت ابو قوه طبعا يا بتيك ابو حدا او طبعا يذكرنا برمات انت زلزال مظن يا او ارض مزن مظن او نهاية مظن ابا وكو انسان طبعا بجوانوان وان وان حتى دمائكي بجليلة كان بريخبدينا أظن يعني زلزال التنيت بقوا أبو ردا ا آه بيتو كو انسان طبعا وقت بري خدته فعلا آه انسان جلك بي بيت يعني متاثر بيت بس با آه انا لله وانا اليه طبعا راجعون ما قلت ابان دائما اسباب تين اسباب تش اسباب شرعيتين بجلي اسباب علمي او اسباب مثلا يزانستي يعني قالك جرت تشت قومت بلفي هركي مثلا امام عمر رازبين بن ياخذ السربيت عن المدينه زلزالك شيبو زلزالك بسيط يعني هزك بسيط هجينك بسيط المدينه شيبو آه طبعا او او هزه لم تخلف لا قتل ولا خسائر ابدا مجرد احساس بيكر يعني هشيار بين او بحسيان كزلزال المدينه دا خب دا وقت عم بيجين مثلا اف ريدان تني اف طوفانات تني اف فيروسات تني اف امراض تني اف نخوشي تني اف زلزال تني اف نانشرين يعني اف اف حروب اختام بيجين و انساني طبعا اجرت اعماله انساني سرداشونا او مجتمعي بي خلكي گون گنہكار ياوي بمنت ياوي طغياوي بدينياوي سرداشوناوي تمردوي أبا إمام عمر بما تفسير كده. طبعا أو رأسا تسر آه من بره وخطب طبعا خطبك خانت خطبك يلاك بليغ قلت وقل بمدينة هجيا ولو في هجيانة خسائر دي يعني بس أبا خلالك الدفمهي مهي بواليوا بهت أجر جارك دوبارة از خود بار کم از الوی اردی نامینم وی با جری نامینم نافاد نامینم چنکی خلال کی هی چنکی قصیری کی هی چنکی ناف لازم او دوباره نبي به هاد زمان عمر کور العزيزي وقت رجو آن هزت اردی داد أبي اوی رأسا کتاب نویسیم بو همو اقالیمت عالم اسلامی او دا توان اخرجوا يوم كذا وكذا درب كبنا تولي درب كبنا طبعا دربة درب كابنا صحراء فلان رجي والدعاء بك والصدقة بكن وخوب جمينا وتوبة بك وتراجع بك ويعني اعتراف بك بوشي چنكي خدي تعالى بيج قد افلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى ابا عمر كور عبد العزيز كتاب خد ابو اقاليم ابو رؤساء اقاليم فريد كر گوتي اك زلزال ان هزل ارض دا لازم این درب كابن دائما اعلان توبه خوب کن و بزر ندب خود تعالی چون که بس سبب سبب کیش اسباب تنه و دگوت کما قال یعنی يعني نوح علی السلام وقت الا تغفر لي وترحمني اكن من الخاسرين وقولوا كما قال يونس لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين وقولوا كما قال ادم ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين هاوصى علاج يعني ظاهرة هاوصى ملت يخو توجيه تكر وشعب يخو توجيه تكر اه كهبكناها بجليرة حديثك هي عليه الصلاة والسلام كان نقاط تقرتين أو نقاط التنا طبعا بما بيان بي بانه بل يعني اف, أف طبعا سر ارضي بيداد بن اف زلزال تنيبت مدمر اسباب تينك واسباب زانستينا او طبعا جيولوجي زان بحث ارضي بس اسباب معنوي جيتين واسباب كانسان كمالجه مجتمع خلق يعني بسبب جنها وسبب خرابيا طبعا تشيوان مصائبات بنو وان نخوشات بنو وفي كشنة جماعات بنو وفي دمارا شامل بنو حتى دي ما هيكي بيغمبرت حديثك خود أمرت وما دتا پاش وما ترسينيت امتا خود ترسينيت كي خطاب بو أو خلق تيتا أو عالما دي فرات تيتا حتى رجع أو تشيا أو كيش حديثة أو حديثة أباد بيجيت إذا تخذ الفيء دولا بل خب زنجيرة خرابية أفا حلقات فساد خرابية إذا تخذ الفيء دولا بيجيت أجا هوصا ريدا وبيدابو مال يعني قشتي مال عام كو فيئة كو دولتها كدهات واردات دولتها إذا أصبحت دولا كيف طلبت عندك مروفة معين وهندك أشخاص معين وهندك مروفة معدود وشعب همو طبعا الوي مالي الوي دهاتي الوي واردات هاتا محروم كرنو و كرن. يعني هندك مروة فقط بس خدان سر مالها و او تشتي خراب طبعا في كر اوان طبعا ضمير عالمي بيكري اوان طبيعي عقل عالمي بيكري اوان ديني خلقي بيكري كنكي جلك تشتي هاي أبرو لازم أصير إنسان هشار نفروشيد تتشتى هاي نه نبي ضاع دكانها أو كيا أو تشتي وقود شيء نبي تفروشى ضميره إيه إنسان أفرضي بيشتتا بيعني ضميرك ضميره خب فروشمن بيجي از ضمير نافر وشمشي ضمير نافر نيا اي كي هيدي بيجي تتبعني عقلك بيجي عقل نافر نيا اي كي هيدي بيجي تتبعني فروشا من دينك بيجي دين نافر نيا دين نافر بيعني مبادئك بيجي مبادئ نافر وشين بل روجك دي هيتا مال دولتي مال طبعا دهات يعني يعني الشعب دي كبيت الله بيت عندك مروفا عندك احزاب عندك اشخاص عندك اوي مالي دي خبسر ددان عنوان حقوق العالم اهميا دي زود كان وطبعا حقوق لنا درخن بري خوب د ملت وان دي 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 او شعب وان د کويت د برشه د بشوليه د د کويت ويجي اوان مرو خويدان اثر هاوس عقل خلقي پيت ضميري دين ديني خلقي بيتكرونو بخو يعني معناه حلقه اولي شوان حلقه افساده شكي كرينا ضميري يعني اكد ديني خلقي ابا ايك شوان تشتان ايوكو حياة بيتك جيت يعني خرابي تتريكي اذا يعني اتخذ الفيء دولا مال فقط كيف طلبت هندك مروفت معين ودهات وي خلقي كيف طلبت و او بخوي يالياي بيت كان و او چا حس كان بخوي مالي طبعا يوت كان و نتيجة و عالم برسي كرو عالم تنگزار كرو او اي كشوان حلقان اوهد خطير اوهد وكو دفرا پیغمبه امرت كاكا ده چب سري ملتي هد و ده چب سري وي شعبي هد كذا <applause> يدوي إذ بيجيتن إذا اتخذ الأمانة مغنما وقت تو بكفت في بيكفكت منصبك

يعني أمانات دايفتا تو أماناتي ببزريني بشكل كي جانو درستو تمامو بي يعني عيبو بي قصيري بيجيتن أجل أمانات جي مثلا بيگا منصبه بيگا وظيفيه بيگا بي كتاب طلبت إنسانة كي اوان مروه اف كرشكه اف أمانتها اف يعني موقعها ولا بخدي طبعا خزينه سرها هل بيجا طبعا بو منفعه خويه ذاتي بو شهوات خويه ذاتي بو يعني او او تشتي طبيعي خدمته جسدي تو متعد رخيص او مال او موقع او غنيمه استغلال كر فا حلقه ديه تبع شوان حلقه

درسته بيقابل خلق مثلا زكاة خو حتى تعجيل كاللذيب كتب ده توانجي طبعا درسته بيوسته وضرورية إنسان طبعا دي كار رابط بس بيجيت اگر بصرمان هاتن زكاة جي حسيب زكاة جحسب حساب كير ابا جيب زكاة جي كير كي خسارتي، زكاة جحسب حساب ابا يعني هكذا يعني بجن يعني تشتكى يعني لون ون تيت يعني بخورتي تيتش منفعتي نكو نكو عن طيب نفس، نكو يبتغون به وجه الله. زكاتي هيك بدنجى نجي حساب كان غرما، حساب كان ضريبيا، حساب كان حساب كان اي مولون غصبا ليستن. بش اك ابيجي ريده، ابيجي كارثه كا طبعا جالاك مازنها، اك ابيجي هاتا طبعا ديتن، وابا يعني ديتن، ابيجي تشكي جالاك يعني خطرها. بيش نيجي اجر انسان يهشتوي استاي، اجر يعني ربي تمالا خوده، نظام اسري. يعني حقي هندكا برزاكي حق هندكي دي مثلا دائي. جنكا خو مثلا دي بيش نيزيكي خو جالك. وامري تنفيذ تنفيذك سريعا حسابا حسابك سل حسابا يعني حقوق دايكي طبعا يوقتي قبل حلقه كبيسة، خدي تعال بشيتن اعطي كل ذي حق حق دايكي حقي هي خشكي حقي هي كشي حقي هي قبولنا حقي هي اسلامتي قبلناك تو حق ايكي يعني بدايه سل حسابه حقي دينك هلكي دي حقي بداية، دي رابط حقي احتمالة احتمال ديدته بس حق دایکه طبعا با حساب دایکه آن که دی ای رابط مثلا خونه زیکت هوال خو دوست خو دی دیال آقوی تو اسرارت خو دی بیجیت و دی استشار پیکت و دی دیال رابط و دی صبری پیهد بس وید گل باب خو ناکد وید گل وان انسان ها ناکد و نزیک خو بینما اف یعنی مروه صديق خو هوال خو دينيزيكت و بابي خو ديدير اخيت يعني ابدا استشاره بيناك احترام و ناجرد بش افج حلقه خطيره جلاكا مزن يا دي پیغمبر بيجيد اذا تعلم لغير الله

بينما اف علمها علم الشرع دائما تيتا ويبتغى بها وجه الله. مقصدها تبي او الدين خدي بي حفظ كي حدود او كي مقصدها تبي بتو يعني علم الشرعي وقت تدخيني تبي ورثة تبي انسانك حق بيج تبي انسانك مضحي تبي انسانك زاهد دا تبي انسانك امر معروف بكينا يا منكر بكي انسانك بي إنسانك شاك بانسانك يعني باشتبان يا ظالمي ناگيري بازرگان يبديني ناكي كذا الاخري ابا تعليم علم شرعي بووية اما ترى بيخوفيل كي داخل الكليب بي وبكي شهاده وارگيري دكتور فلان وكذا مخصدات او بي تادو بجهي حظ وكو دنيوي دا بي بلند بيد ودا بي موظف ودا درجة كي بي وارگيري دا معاشرة بي بيد واو علوم علوم انسان ناخينت الا بوا بجد بشت اكا وديت جي مجتمع ولها اوى خلقها اوان مروبتها اوى مجتمعها اياليوان شو خوفلي ديني كر علمي كر حديثي كر ليانا لبيها الدنيا دوبي بيهيتا درجة دنيا كذا اوى خطر ترين تشتاق پیغمبر بيجيت او انسان وکو فان علومات خوینید علم الشرعي طبیعی بوهند علم شرعی بوهند دا بیه وارس پیغمبری بس تو وان علم بازرگانی پید که دا شهاده که تا امر معروف تانية نهیا منکری تانية تو انسان كيمري تو انسان اکی دنگ انسان كي به ازمان انسان كي به تأثیر انسان كي به موقف انسان كي به هلوستی و تو ملاجی و تا یعنی بو دبجه دنیا بیش اف انسان به به حشت جنا چیته 40 سال به نه به حشت چیت طبعا نه چیته پیغمبر بیش اگر اوج قومی علم شرعی خلق خان دا پبجهیت دنیا اباجي حلقة ديال فيزنجيرة هني حتى ديما هيكي. باش وقت وختي زعيم قومي، مظنة قومي، رئيسي قومي، هكا بين سان هكا هميا رزيل طبيعي يا يع ما يعني مفروض الدين الاسلامي ود بيشتهم، ابيت بيتا مظنة قومي، ابيت بيتا رئيسي قومي، ابيت بيتا زعيم قومي، ابيت بيتا ربعي قومي، الهميا شجاع تربيت، بهميا امانة تربيت، هميا مخلص تربيت، هميا ميرين تربيت. هم ياب مضحي تربيت هم يا اخلاق تربيت هم يا دلوان تربيت هم يا راس جو بس ديبيني، ابي انسان بيتا مزن قومي ارذلهم الهم يا كيم ترى نا دين دبا نا اخلاق دبا نا خدين ياسيد نا اخو المنكرات الداتا باش فدبيني خلجي قدري ويد جريد بوتي چنكي اف ديني عالم بتعملي عملي تأثير نمو يسر سلوكا انسانا دي تبيني فسق وفجور يعني أبي تأثيري هاي خلكي أبا زعيم القومة أبا مظني قومية أبا رئيس وانا أبا يعني بكت بيش ريباري وانا بس كا فاسقة رزيلة بدينه خرابة بل يخب قدره قدري وتيتا إسلامت كده أب بشكل ناچه بید قدره بیتا گرتن بو دو نظام حیات بمينيد اکه و قدره وان انسان ها گرت و رب خو خو لا تقولو للمنافق سید اکه این منافق سیدا و قدره وی گرت و پجورا بین و احترام دایه او بمزنه و وی وقتی از خطم ربکم و خودی خو کرد وقتی این جل خود اللي وقتي هنخشي نابينن، ليكبنا فان نخشي تاني حتى دمائك. إذن زعيم القوم إذا كان أرذلهم. الهميا طبعا خرابترا والهميا بيسترا وقدري بي تيتا جرتن او مناخ موجود فيغا في النبض مجتمعي من يعني مناخك كهمي فسقة همي فجورة او تشتي تأثير الخلقية مال وجاهن فقط ومنصب كرسية اجل او هبيد خلد قدري بي بينما امام علي بيجد امرنا رسول الله ان نلقى اهل المعاصي بوجوه مكفهره امر ما يكري بيغمبري ام وقت بين اهل فسقي واهل فساد واهل بيدينيه واهل عرقه واهل يعني حتى دمائك امر ما يكري بيغنبري وجهما وجهك عبوز بيت وام سلام لنا جرين وام سلام نكاين وام بري خورا وام ترحيب بينكاين وام مجلسوينر نخار وام حوالين ياوي نكاين وام هاريكا ن بينغل وام او مجلسو لي طبعا ام نتشيني وام صالو وسرصال توين هجين يا دو مناسبه تو نكين ام نتشينا امام علي بجيد امرنا رسول الله ان نلقى اهل المعاصي بوجوه مكفهرة بو چنك أهل معاصي أكا ترحب بكر أكا تقدر بكر أكا بزعيمتا أكا بمزنتا أكا طبعا أو بريبريتا معنوي وقتي وابدستدخو حياتخو خرابكر و دست خو طبعا مغلا خو میرا تکر چنکی اب مروفی تنه بگه به وقتی هم قدر وان انسان هد گیرین او دشمن خود تعالی امی خود طبعا خود کین و امی وی طبعا خو عجز کین وقتی خود تعالی جی المعجز بید طبعا تو زان دیده چی بسریمید پیغمبر امر کر گوتی اگر ها تو چو مدید الناب مجتمعی کمالگهی طبعا آه معازفو اغاني وعرق افتشت تنيجي هما هاتنا بكار انان وهاطنا ترخيص كرن وهاتنا يعني اكو بيجن اجازه بهات ادان او جا وحتى حتى ديمايي بيشتن أفجي إيكش حلقه حلقه خراب وآخر اخرتش ولعن اخر هذه الامه اولها واخت ولها كومالجا واختي بيك بحث اولي في امتي كي بحثي بيغامبريت كي بحثي صحابيات كي بحثي وجيل محترم كي عظيم كي كذا او راسا شليتين او في وقتي طبيعي بحثي كان يعني وصفة خراب داني جيلك نظام بي جيلك متخلف بي اهوصا لعنته طبعا دي اللي كانوا دي بحثي طبعا خراب كان بجا اف حلقة هني اف اف تشتني كمقوتين اف توانين كمقوتين اف زنجيرة هني ابا بيغنبري امر اذا تغيد الفيو يعني مغنما حتى ولعن اخر هذه الامة اولها بيغنبري بيشتاكي افا ريدان وديد نابكم كمال جيخو ناب مجتمع خو اه بجوانا شبن تشدي اه قومي بيجيتن هين جوه خوب داني دي بسر ودهد ريح حمراء أبا أنواع باينة أو بايت رم أو بايت مزن ابي توكو سر خلقي داتين وعالم تدمير كان خانيتون خراب كان مزرعة وان خراب كان وحتى دي مايكي وقذفا ودي بل وبارن ودي خودة عالم أفان طبعا ومسخا وخسفا وزلزله يعني أفضل ضواحله بكاء بين كبسر انسان هذا تنخار عليه الصلاه والسلام همي غيدان وانكار تنه وان اعمال تنه أفان طبعا منكرات تنة ابي خلق ابرو وطبعا كات بيمنتجي طبعا كات افتشت تاني همو يدبينا هندك تشت امور مشهودة ام كابت خويت بينين وام طبعا يعني يدبينا افتشتي تاني فليره فيرا بو ما بيان واشكرا بيجي نتيجة بان ونتيجة طبعا افان نيت بيغنبري عليه الصلاة والسلام وبرهنجي قد نأخذ تعالى بأنه افريدان تاني اسباب علمي جيت بشرا و هنده أسباب الشرعينا أسباب الشرعينا يعني او أو إنسان كات أو مرد سبب السبب يا أف مجتمعا أف بشريها أف كمالجيها اتكات بان خرابية تاني أفا طبعا دي دي و وأف تشتي تاني وإنسان طبيعي جزايا خودي بخو الدنيا نتيجة بان ظواهر تاني أفا درس بما وأفا الشاربين بنا بما وفعبرت بوما لازم ام بخو طبعا درسي ورقرين وهم شاربين وما نرسل بالايات الا تخويفا ابا همي مايا ام عقلي بخولي ورقرين بلكي خدت على رحمة مبد والماء ببوريت واخر دعوانا عن يعني الحمد لله رب العالمين.